ويدلك على مكانة الإمام البخاري في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الأمور. أولها أن الإمام البخاري إمام عرف الرجال وعرف أحوالهم وميز بين ثقاتهم وضعفائهم، ولذا كتب الكتب المشهورة في تراجم رواة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التاريخ الكبير والأوسط والصغير، التي جمعت أكثر رواة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويدلك على مكانة هذا الإمام أنه صاحب رحلة، ما ترك بلداً من البلدان تروى فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا رحل إليها. ويدلك أيضاً على مكانة هذا الإمام أنه عالم في الفنون الإسلامية، فهو فقيه وهو محدث وهو من علماء الأمة في أمر المعتقد، ولذا كانت روايته للحديث رواية منضبطة سائرة على القواعد الشرعية في العلوم جميعا. ومما يدلك على مكانة هذا الإمام أن الأمة قد تلقت صحيحه بالقبول، فقبلت ما في هذا الصحيح مع كثرة البحث والدراسة في هذا الكتاب. ويدلك أيضاً على مكانة الإمام البخاري أن علماء عصره شهدوا له بالتقدم وشهدوا له بعلو الشأن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويدلك على مكانة هذا الإمام أن علماء عصره في مواطن عدة اختبروه وعرضوه للسؤال الذي يكشفون به حاله، فعرفوا عنه علو الشأن ورفعة الدرجة في علوم السنة النبوية. ويدلك على مكانة هذا الإمام ومكانة صحيحه أن الذين رووا عنه الصحيح قرابة 100,000 راو، وما ذاك إلا لمكانة هذا الكتاب ومكانة هذا الإمام في نفوس أهل زمانه، حيث توافد أهل ذلك الزمان من العلماء وطلبة العلم على رواية كتاب الصحيح عنه. ويدلك على مكانة صحيح الإمام البخاري أن الأمة لما تلقت هذا الكتاب بالقبول لم يكن هذا التلقي مصادفة أو لمجرد القول، وإنما تبنته بعد التحري والتفحص لمروياته والنظر فيها.